ضمن بنود الهدنه اللي اتنفذت امبارح، تم الافراج عن 13 محتجز في قطاع غزه من السيدات والاطفال، ومصر هي اللي استلمتهم من معبر رفح وقامت كمان بنقلهم الى الطرف الاسرائيلي. خلينا نتعرف على ابعاد الاتفاقيه وما ضمنها وكمان دور مصر في الملف ده. معانا على التليفون السيد حسن عصفور وزير المفاوضات الفلسطيني الاسبق، اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا خير لكم مصر العروبه ولا الشعب الفلسطيني ولا الرحمة لكل شهداء شعبنا، ونأمل أن يكون جزء من مسار طويل بدأ منذ ما حط الاستعمار الاستيطاني قدم الأول في فلسطين نحو الحرية الكاملة لهذا الوطن. اللهم أمين. خلينا بداية نعرف ما تم في صفقة تبادل الرهائن والأسرى بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية حتى الآن. المعلن هي حقيقة لا يوجد هناك أي أسرار، يعني كل ما حدث امبارح المشهد، خلينا أقول يعني المشهد اللي احتل التلفزيونات العالمية في بين في المعبر بين رفح ومصر، طريقة النقل شكل طريق في حالة كان من الاعتزاز الوطن الفلسطيني بما حدث، لأنه الفلسطينيين وسط هذا الدمار الغير طبيعي الذي لم يحدث بالمناسبة في تاريخ الشعب الفلسطيني ولا الوطن الفلسطيني جرائم هوى على الهوى السلطة، كان منظر مشهد حقيقة خلينا أقول احتفالي وسط المأساة، إلى جانب أنه يعني كان انعكاس لواقع هدنة احنا أنا سميتها شخصيا هدنة من الموت، يعني عندنا 4 أيام هدنة من الموت المؤقت إلى أن انتهي، ونأمل أن تتمدد إلى حد كبير. وطبعا يعني كان لابد انه الناس تتفاعل مع هذا الموضوع، جزء منه يعني انه تلقى يعني بده يلتقي بمن خرج من الاسرى الفلسطينيين وخاصه النساء والاطفال، وايضا من سيخرج، وهي مساله بالنسبه للفلسطينيين دائما جزء من الضرائب اللي بتدفع احيانا بين الفرح، يعني نفس الفلسطيني بفرح وبيبكي في نفس اللحظه، يعني عندنا احنا خليط سيكولوجي بين الاستشهاد والفرح في نفس اللحظه، اي شعب بيفرح شعب يبكي، يعني يبكي بالمعنى على الشهادة انه فارق شخص ولكنه يفتخر بالاستشهاد يعني. صحيح. طيب سيد حسن، ازاي بيتم اعداد القوائم وعلى اي اساس بيتم الموافقه او قبول الافراج عنهم او الرفض من قبل الجانب الاسرائيلي؟ اعتقد هي تم الاتفاق على القواعد الاساسيه قبل الاسماء، انه من سيطلق سراحه، مواصفات وضعت مواصفات في البدايه، لانه احنا بنحكي عن صفقه ليست كامله، هي صفقه جزئيه، انه مقابل كذا بدنا كذا، وبالتالي المساله محدده بمواصفات، يعني امبارح كان نسبه النساء كذا سنه، اطفال دون 19، وهي وضعت شرط لانه مش كل حدا ما سيطلق سراحه حتى في كل المراحق اللاحقه. واحنا عندنا احصائيه بعدد النساء والاطفال الموجودين في سجون الاحتلال. موجودين اعتقد طبعا في هيئه شؤون الاسرى عندك كل الاحصائيات وكل الاسماء والسنوات والاعمار موجوده كاملا، يعني يمكن الرجوع الى بالتفصيل، ولكن الحديث عن المواصفات هي متبادله، يعني الفلسطيني بحط شروطه، الاسرائيلي بحط شروطه، ثم يتم عبر القناه المصريه والقطريه يتم التفاهم على الصيغه النهائيه، وبعتقد اللي حدث امبارح انه اول امبارح صار تاخير في بعض اليات الاتفاق على بعض الاسماء، مش المواصفات، اليه التسليم، لانه كمان هي جزء امنيه، يعني نتكلم عن كيف يمكن ان اليه التسليم جزء من امن الصفقه نفسها، وبالتالي لا يستطيع الا يكون متفق عليها كمان مسبقا، لانه الشباب اللي عندهم الرهائن اليهود او الاجانب متزوجين الجنسيه بدهم يراعوا البعد الامني، وهم بيتعاملوا مع نقل بتعرف عدد كبير وسيارات، هذا مش شخص، يعني مش زي شريط الحدث اللي صار مختلف الان، بدك تراعي بعض الابعاد، لذلك المساله شوي مرات تاخذ وقت اكثر تعقيد، لكن بعتقد انه مساله الان قلت لك انه كان الفلسطيني بحاجه الى مثل هذا الوقت المؤقت.
أكيد. لما نيجي نقول إسرائيل تتسلم قائمة المحتجزين الذين سيطلق سراحهم اليوم، وده طبعا كان بوساطة مصرية، والمقاومة الفلسطينية رفضت أنها تسلم المحتجزين عندها إلا للوساطة المصرية علشان هي اللي تسلمهم للجانب الإسرائيلي. رؤية حضرتك للموقف إزاي؟ بعتقد يعني في عمليه خلينا نسميه التكامل، ويمكن اول مره بتصير نلاحظ انه في تكامل خلينا نقول ثلاثي، يعني بين غزه، قطاع غزه يعني طبعا هي التي الان تدير المساله هاي حركه حماس، وبين مصر وبين قطر. واعتقد لاول مره يحدث حتى تعاون مصري قطري، لذلك المساله عم بتصير باتجاه يعني اوضح، لانه سابقا كانت الامور اما قطر او مصر، يعني تفقد سليط مصر تقريبا بشكل اساسي وتحديدا جهاز المخابرات المصريه، وكان في حين الصوره لا تزال حتى الان واضحه، يعني سليط ما كان في حينه مسؤول المخابرات اللواء رأفت الشحات. الان المساله مأخذ بعد اخر، هناك مثلث متكامل في التعاون. امبارح بالليل فقط سلمت حماس قائمه بالاسماء الى الشقيقه مصر، ومصر نقلت الى الجانب الاسرائيلي. هذا التعاون بقطع الطريق على استغلال اسرائيل بعض الثغرات، لانه هذه المسائل دقيقه جدا بالمناسبه وحساسه بنفس الوقت يعني. فاذا العمليه ما تكملت وكانت شويه فيها وضوح مع الاطراف فيما بينها الثلاثه خلينا اقول، تحدث عندنا ارباك. حتى الان انا بعتقد الامور تنسيقيه بين الثلاث اطراف ماشي بشكل ايجابي، طبعا الى جانب انه مصر وقطر، مصر تحديدا بتنسق مع الصليب الاحمر، واعتقد قطر ايضا بنسق بس بشكل اساسي مصر، لانه هي المباشره في العلاقه مع المعبر يعني. واعتقد طبعا بعض مؤسسات الامم المتحده، هلا الامريكان بنفس من خلال الاسرائيليين اكيد بيعرفوا، ايضا بيسالوا المصريين وبيسالوا القطريين، ولكن تنسيقهم الاساسي مع الطرف مع دوله العدو. طيب سيد حسن، بالقياس على الحروب السابقه، هل هذه الهدنة برأيك من الممكن أن تمدد، أن يعقبها هدن أخرى، أو أن نصل في النهاية إلى وقف إطلاق النار، خصوصا أن بايدن أشار إلى نفس النقطة، وأيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي تكلم عن أن هذه الهدنة إن شاء الله يعقبها هدن قادمة؟ هل أنها تتمدد؟ ممكن، يعني هذا لا يوجد مستحيل في العمل التفاوضي، دائما في هناك إمكانيات خاصة ضمن الواقع، شوية في ضغوط على جانب نتنياهو من شقين، شق الأسر وجانب اذا تنهي الحرب، ولكن الغالبيه في داخل اسرائيل، لان دوله صارت فاشيه. يعني احنا بدنا نفكر بطريقه انه هذه البلد تتحول الى دوله فاشيه حقيقيه، مش ادعاء، مش فلسطينيين اللي يدعوا الان، اليهود صاروا يقولوا عنها دوله فاشيه، وهذا تحول تاريخي. ولولا حرب غزه اسرائيل كان عندها حرب اهليه الان، يعني كان كنا نشوف المشهد اللي بنشوفه في غزه كنا شفناه في داخل اسرائيل نفسها. اجت الحرب انقذت دولة الكيان والعدو من حرب أهلية فيما بينهم، ولكن هناك جزء بده يوقف إطلاق النار. مسألة التمديد ممكن، ولكن أيضا مسألة إعادة الحرب أيضا ممكن، الاحتمالين موجودات. ولكن أنا شخصيا دائما بقول التمديد قد يكون لأيام وليس وقت حرب دائم كما تدعي، أم نأمل إحنا يعني، لأنه الفاشية لديها يعني مشروع مختلف شوي عن ما نبحث عنه. ميزان القوى لحد الآن ليس في صالح فرض حرب، وقف الحرب بشكل كلي على دولة الكيان، لأنه للأسف جزء من الوضع الفلسطيني لا زال مختل، يعني حتى الآن الضفة الغربية لم تخرج بالشكل الذي يجب أن يفرض على العدو إعادة التفكير كما حدث في 2000 و2004. كان كل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وال48 حالة انتفاضية كبرى في وجه العدو، يعني رغم انه انتهت اغتيال الخالد المؤسس ابو عمار. الان الامور مش هيك بالضبط، يعني الضفه الغربيه هناك حالات كفاحيه بس مش الحاله كلها كفاحيه، وهي المشكله عم تعمل يعني ثغره في طريقه المواجهه تفرض على العدو، لانه العدو بفكر اذا حس خسائره مكلفه الى حد كبير جدا، هو يعتقد انه دفع الثمن مسبقا. اليهود حسبتهم انه احنا دفعنا الثمن في 7 اكتوبر، الان بده ياخذ بدل الثمن، هاي طريقته بالحسابات. البعض ما بيقدر يشوفه من هالزاويه، ما اعرفش ليش يعني. عشان احنا نفكر صح لازم نشوف طريقه تفكير العدو. كل الشكر ليك سيد حسن عصفور، وزير المفاوضات الفلسطيني الاسبق، شكرا جزيلا يا فندم.